بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله. وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما كده في صحة وسعادة وهنا وراحة بال بإذن الله. النهاردة يا جماعة انا هعملكم الفايش الصعيدي بتاعنا الجميل اللي كل الناس بتحبه وبتحب طعمه. النهاردة هعمله لكم احلى من بتاع المحلات بكتير، بخميرة اللبن يا جماعة. خميرة اللبن دي اللي كل الناس بتسأل عايز تعرف اسرارها وتفاصيلها، النهاردة جبتلك ادق التفاصيل فيها. مش هتحتاجي تاخدي تاني من جارتك خميرة لبن، هخليكي استاذة فيها النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ومكونات خميرة اللبن يا جماعة، معايا معلقتين سمسم كبار وقرنين شطة سوداني ملهبلبة، لازم تكون سخنة نار يا جماعة. ومعايا كيس لبن نيدو أنا غليته على النار مع كوباية لبن وسبته كده يهدن شوية. ومعايا البرطمان بتاعتي الصغيرة بتاعت المربى، أنا غسلتها كويس جدا وعقمتها ونشفتها كويس جدا. البداية بقى هحط معلقتين السمسم في البرطمان وقرنين الشطة، أنا كل قرن قسمته نصين كده وحطه برضو في البرطمان. وزي ما قلتلك لازم تكون سخنة جامدة جدا يا جماعة وبتلهلب. وهحط اللبن بعد ما هدن معايا شوية هحطه برضو في البرطمان بقى واقلب بقى بالمعلقة واقفل البرطمان بقى واسيبه بقى. احطه بقى في فرن البوتجاز تحطيه ماشي في الدولاب عندك وسط الهدوم. انا عن نفسي بقى حطيتها في الدولاب وسط الهدوم يا جماعة وكمرتها كويس جدا عشان خاطر تخمر معايا. فانت اي حتة كده دافية كده تحطيها فيها وسيبيها بقى مع نفسها كده. انا عملتها الساعة 10:30 الصبح، على الساعة 10 بالليل يا جماعة رحت شفتها لقيتها خمرت، حتى اضطريت اني اصنع بالليل بصراحة لاني خلاص خمرت خميرتي، ما قدرش اسيبها. لو سبتيها ريحتها هتتغير وطعمها هيتغير، فلا لازم اول ما تخمر تقومي على طول كاسرة عليها زي ما انتوا شايفين كده عشان تعرفيها خمرت ازاي. اول ما تطلعيها هتلاقي كل المكونات الشطة والسمسم واللبن رسل فوق وعمل زي طبقة تخينة كده من فوق، واللبن بقى المية رست من تحت زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده خميرتك ولازم تكون لاصقة في الغطاية يا جماعة، خمرانة لحد الآخر. انت بتحط المكونات لحد نص البرطمانة، هي بقى بتخمر بتكمل لحد الغطاية فوق لما تخمر كده، يبقى العجينة الخميرة ناجحة ومية مية. دي تفاصيل خميرة اللبن. بعد ما تخمر معاكي بقى تجيبي بقى حلة وتدفي فيها شوية مية وتجيبي الدقيق وتكب البرطمان في الحلة وتطلع قرون الشطة منها وتكسر عليها بقى. دي أول كسرة يا جماعة، فأنتي احنا خميرة اللبن بنكسرها مرتين قبل ما نعجن في العجين. أول كسرة في حلة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وأنا ما بعجنش، أنا بلف لفان الدقيق، بلف لفان عشان خاطر ما نعجنش الخميرة عشان تخمر معاك بسرعة. وبعد ما تخلصي خالص روحي شوية دقيق من فوق وغطيها بقى وكمريها بقى في حتة دافية. زي ما انت شايفين كده خمرت معايا ما كملش نص ساعة. بعد ما تخمر معايا اجيب حلة كبيرة احط فيها مية دافية تاني، وبعد كده اكب فيها الخميرة عشان خاطر الكسرة التانية زي ما انت شايفين كده، وحط شوية دقيق عليها والف برضو زي ما عملت المرة الاولى، الف لفان الدقيق واعجن ما عجنش بقى، الف لفان لحد ما الدقيق يختلط بالخميرة كويس جدا. وبعد كده بقى اجيب شوية دقيق ارشها من فوق واكمرها بقى واسيبها في حتة دافية تخمر معايا، وغطيها بقى بملاية بقى تغطيها بملاية عشان الجو عشان تبقى في حتة دافية كده وتخمر معاك بسرعة. وانا يا جماعة بعد اقل من نص ساعة رح شفتها لقيتها خمرت وملت حلتها يعني بسرعة، يعني خميرتك لما تكون شاطرة فما بتستناش. جبت الحلة الحاجن فيها وجبت بقى حضرت 4 كيلو لبن، حطيت شوية منهم في الحلة وحطيت معلقتين ملح كبار ونص كوباية سكر، وحطيت 12 كيس فانيليا
وبدوبهم كويس جدا في اللبن زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى شايفين الخميرة خمرت ازاي وملت حلتها بقى، وتلاقيها من فوق كده فقاعات، بتعمل فقاعات كده. فانت الخميرة مية مية، ولازم تدوق الخميرة يا جماعة. تمسكي حتة كده من الخميرة هتلاقيها مسكرة سنة، يبقى انت خميرتك زي الفل. لو لقيتيها حادقة او فيها نسبة حدوقة كده، يبقى لا خميرتك مش حلوة، فلازم تكون مسكرة. كبيت الخميرة بقى على اللبن والملح والسكر والفانيليا، وحطيت الدقيق. الدقيق ده كميته 6 كيلات، احنا بنكيل بالكيلة يا جماعة. 6 كيلات دي يعني معناها 12 كيلو دقيق. حطيت عليهم 6 بيكنج باودر وكيس كركم عشان اللون الأصفر بتاع الفايش بتاعنا الجميل. 6 بيكنج باودر ليه يا جماعة؟ عشان أنا عاملة 12 كيلو، يعني كل 2 كيلو عليه كيس بيكنج باودر. وأقلب بقى الدقيق بقى كويس جدا، وأنا عشان خاطر بقى الفايش ده بقى عجينته تقيلة فبتحب جهد بقى، حطيت يدي الاتنين وابتديت أعجن فيه بقى. اخدمي بقى على كد ما تقدري فيه، افضلي بقى أعجني فيه واخدمي فيه، واللبن الباقي سقيه شوية بشوية. انا الـ6 كيلات الـ12 كيلو حطيت 4 كيلو لبن بس، احتجت بعد كده لقيت العجينة تخينة معايا شوية فحطيت كد 2 كوباية مية. ودلوقتي بحط مع كوباية سمنة بلدي مسيحاها، كوباية المج، كوباية سمنة بلدي وكوباية سمنة من العلب، يعني كوباية سمنة بلدي وكوباية من البرطمان العادية السمنة الصناعي، 2 كوباية يعني سمنة. وابتديت بقى اعجن بقى واخلط السمنة بقى. انت بقى لما تحطي السمنة بقى وتعجن بقى هتلاقي كل العجين نزل من ايديكي والحلة اتغسلت معاك وبقى زي الفل. يبقى انت والعجينة طرية بقى، وملمسها ملمس العجين كل ما تخدمي فيه بتغير يا جماعة، لحد ما تلقي ملمسها كده طري وزي الملبن كده، يبقى انت عجينتك زي الفل. اهم حاجه اللبن زقيه شويه بشويه، واخدم شويه بشويه العجين زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما خلصت عجين زي ما انتم شايفين كده وظبطت العجين كده في الحله، هجيب بقى 2 معلقة زيت من فوق ادهن الوش، وبعد كده اغطيها بقى لحد ما تخمر. وبعد كده جبت الصاجات بتاعتي، انا بدهنها سمنه من العلب يا جماعه، ما تدهنيش زيت، دهني سمنه. السمنه بقى تخلي لك شايفين العجين خمر معايا وبقى زي الفل ازاي. ما استناش والله العظيم ما كملش ساعه، يعني 3/4 ساعه لقيته خمر وملى حالته زي ما انتم شايفين كده. ولازم يملى حالته يا جماعه لحد الغطايه عشان الخمور يكون مظبوط. خلصت الساجات ودهنتها سمنة، ولازم سمنة مش زيت عشان خاطر الفايش يطلع معك من الفرن كده بكل سهولة. وكل ما تقطعي فص فايش تدهن بقى زي ما انت شايفين كده سمنة، وعلى بين الوحدة والتانية برضو تدهني سمنة، ومن فوق على الوش تدهني السمنة. السمنة بتساعد انه يطلع بسرعة معك وبقى زي الفل. ودي طريقة الفايش يعني، وسهلة جدا. والخميرة يعني مش هتحتاجي تاخدي من جارتك تقولي لها كل ما تحتاجي تصنعي، تقولي لها هاتي انت ربة خميرة النهاردة، عايزة حتة خميرة منك. لا، انت تعلمي تعملي حاجتك بنفسك عشان محتاجيش تاخدي حاجة من حد. فانا جبت لك بقى كل اسرار الخميرة النهاردة. وزي ما انتم شايفين كده ابتدينا نقطع العجين، وكل ما نقطع صاج ونجي نقطع الثاني يخمر. يعني السيجان الاولى لقيتها خمرت يا جماعه، كل ما اقطع واحد الاقيه يخمر، احط الثاني الاقي الاولاني يخمر. فانت لما تكون العجينه شاطره وجميله وسريعه فهتلاقيه بسرعه بيخمر معاكي، فتخلصي بسرعه. طالما مدفياها يا جماعه، اهم حاجه تدفيها بعد ما تحط المكونات زي ما قلت لك، حطيها في حته دافيه في الدولاب وسط الهدوم، او كرمل الميه تحطيها جواه وتعبيه بهدوم. انا في الشتاء بعمل كده، بحطها في كرمل الميه واملاه هدوم بقى،
واسيبها بقى في حته دافيه، لان في الشتاء بتحتاج وقت وبتحتاج حاجه دافيه تدفيها بسرعه. والعشاء كده بقوم بحطها في مية دافية، بسخن مية وحطها جواها تقوم حالا تخمر لك، ده في الشتاء. أما في الصيف يا جماعة بتاخدش وقت هي، لأن الجو أصلا وخصوصا إحنا لينا أسبوعين درجة الحرارة عندينا في الصعيد فوق 45، يعني نار جهنم بصراحة. شايفين انا دلوقتي لسه امي بتقطع اخر ساج، وانا العيش الاولاني الساجات الاولانيه انا ولحت ليها الفرن، لقيتها خلاص خمرت زي ما انتم شايفين كده. وفي الفرن بقى توطي النار من فوق ومن تحت عشان ينس معاكي بقى الفايش من جوا، وحمر لك فوق وتحت زي ما انتم شايفين كده. ما بكملش تلت ساعه في الفرن يا جماعه، وتطلعيه والسبيب بقى يهدن، ده ملهلب بقى عشان خاطر السمنه اللي فيه بقى ما بتقدريش تمسكيه، سيبيه يهدن معاكي شويه. وبعد كده ابتدي بقى فصفصيه زي ما انتم شايفين كده. انا ده كله يا جماعه بعجن بالليل. انا الخميره بتاعتي زي ما قلت لك على الساعه 10 خمرت معايا، فاضطريت اعجن بالليل. وبصراحة عجين الليل احلى، لان الجو حار بقى في النهار والعجين يسيح معاكي والشمس بقى لا في الليل بدام الدنيا صيف اعجن بالليل ما يهموش. الشتاء بقى اللي يهمه لازم تحطيه في الشمس. فصفصت كل الفايش بتاعي زي ما انتم شايفين كده. احنا بنسميه منين يا جماعه؟ في ناس بتقول عليه منين، وفي بلاد بتقول عليه فصوص، وفي بلاد بتقول عليه فايش، يعني كل بلد وليها الاسم بتاعها. وفي ناس بتقول عليه بسكوت. هجيب الصاجات بتاعتي، هي اللي خبزت فيها، وارص بقى كل الفايش بتاعي اللي انا فصفصته احطه عشان اقرقشه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خلصت كل كمية العجين بتاعتي والصاجات بتاعتي اقوم فصفصاها كلها ورصها في السيجان وحطها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. ووطي بقى الفرن فوق وتحت عشان يتحمر فوق بتحت ويقرقش معايا بقى ويبقى زي الفل. ليه بقى يقرقش معاكي؟ لا، عشان خاطر يقعد اكتر وقت معاكي بقى وما يعجنش معاكي بقى. لا، لازم مرحلة القرقيش دي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده حمر معايا فوق وتحت وبقى زي الفل. قومي تجيبي بقى الكراتين بتاعتك اللي هتحطي فيها وتحطيه في الكراتين. انا بحطه بقى بعد ما اخلص خالص اشيل الكراتين وفي اوضه بقى، واقوم مشغل المروح عليها يوم كامل لحد ما ينشف معاكي بقى ويبقى زي الفل، عشان ما يكونش من جوا لسه فيه ليونه. ودي صاجة الكحك اللي انا عملته، الشريك احنا بنقول عليه شريك زي ما شايفين كده. لازم بقى في كل عجنة بنعملنا صاجة او اتنين شريك. وادي الفايش معايا بقى زي الفل واحلى واطعم من بتاع المحلات بكتير. خميرة اللبن كده بتديله ريحة وطعم جميل جدا، احسن بتاع المحلات ده بيعملهولك بالخميرة البيرة، لكن لما تعمليه بخميرة اللبن جميل جدا مع كوباية الشاي بلبن بقى. اللهم اني صايمة، انا عملت كوباية الشاي بلبن لبنتي بقى وهتغمس دلوقتي. واتمنى الفيديو يعجبكم وان شاء الله، واتمنى اشتراككم وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل جديد عندي في الصعيد. واتمنى لكل اللي اشترك في قناتي اشتراككم على راسي، وان شاء الله تشوفوا كل جديد عندي. الفيديوهات القادمة ان شاء الله كلها جميلة جدا، انتظروني ان شاء الله. واتمنى النهاردة فيديو الفايش يعجبكم، واتمنى طريقتي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.